Hello everyone, how are you? Uh, I am Mahmoud Halmi and this is the Easy English channel. Welcome to our uh, new lesson. Today we will talk about um, a new thing. Today we will talk about the family members or the family tree. Okay, the family tree. Okay, uh, and the most important thing today we will do is the practicing. You should practice English. Uh, if you want to learn English, if you want to understand English, you should practice English. So practicing is the most important thing you should do in uh, learning English. So let's start. Uh, let's do it. Let's uh, know the family members or the family tree and let's practice English. Okay. Let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زي ما قلنا في المقدمه كده ان احنا ان شاء الله هنتكلم النهارده عن فاميلي ممبرز اور فاميلي تري اللي هي شجره العيله. فالنهارده ما يهمنيش قوي ان انا بالنسبه لي لاي حد عايز يتعلم انجلش يعني ما يهمنيش قوي ان انا اتعلم او احفظ الكلمات بتاعه شجره العيله قد ما يهمني ان انا اعرف اعمل براكتسنج عليهم. فكلنا حافظين يعني ايه اب وام فاذر و وبراذر و والحاجات دي كلها لا احنا هنركز على كام حاجه كام حد اضافي النهارده يمكن ما نكونش عدينا عليهم كتير آه ولكن برضو في ناس عارفاهم كويس ولكن الاهم من ده كله ان انا اعمل آه براكتسنج ان انا احل الشيت اللي في الاخر يعني في اخر الفيديو هنحل شيت هيبقى حلو جدا وكمان في آه بعد ما تخلص ابعت لي برضو زي ما انا بقول كل مره على جروب الواتساب بتعرفني بس ال آه ان انت من خلصت الليسون ببعت لك شيت بتحله فخلاص احنا متاكد ان احنا تمام نبدا على طول بقى كده الفاميلي فاميلي تري اول حاجه هنتكلم فيها في فاميلي تري هي الجريت جراند بيرنتس كلمه بيرنتس لوحدها يعني الوالدين يعني لو قلت ماي بيرنتس يعني الوالدين اللي هو الاب والام او فادر اند ماذر طب لو قلت جراند بيرنتس اللي هم مين اللي هم الاجداد طب لو قلنا جريت جراند بيرنتس اللي هم والد الاجداد اللي هو والد الجد والد والد الجد ووالدة الجد اوكي جريت جراند بيرنتس طيب اللي هم مين اللي هم عندي جريت جراند فادر وعندي جريت جراند ماذر اوكي بعد كده عندنا الناحيه التانية بقى خلاص ندخل على جراند بيرنتس اللي هم الاجداد جراند بيرنتس اللي هم طبعا عارفينهم طبعا وعارفينهم كويس اللي هو عندي جراند فاذر وعندي جراند مذر بعد كده هندخل على العيله بتاعتنا بقى اللي هي البيرنتس اللي هم الوالدين فهندخل بقى هنلاقي العيله بتاعتنا كلها موجوده هنا فعندي البيرنتس دي اللي هي فيها فاذر اللي هو الاب وماذر كويس وعندي في الناحيه الثانيه على اليمين اهوت عندنا انكل وانت انكل ده اللي هو مش بس عمي انكل ده اللي هو خالي وانت برضو اللي هو الخاله او العمه انت برضو اللي هي الخاله او العمه بعدهم تحت هنلاقي son اللي هو الابن وdaughter اللي هي الابنه البنت عندي son وdaughter ونفس ال نفس ال son وdaughter دول بالنسبه للfather and mother دول بالظبط اللي هم brother and sister طيب تعالى بقى ندخل على الكازن اللي قصادهم دوت هو في نفس المستوى بتاعهم لان ده ابن عمهم او بنت عمهم وفي نفس الوقت ابن خالهم او بنت خالهم لا يعني فيش تفرقه ما بين المذكر والمؤنث في كازن يعني كل من هو في مستوايا زي ابن عمي بنت عمي ابن خالي بنت خالي ابن خالتي بنت خالتي ابن عمتي بنت عمتي كلهم اسمهم كازن كلهم اسمهم كازن طيب ننزل بقى تحت كده عندي لو ابن اخويا او ابن اختي سواء هو ابن انا بالنسبه له عم عمه آه فيبقى اسمه نيفيو نيفيو اوكي نيفيو ده يعني اي ولد آه يمكن الصور متبدله شويه يعني الصور نيفيو جنبها بنوته ونيس جنبها ولد بس ايا كان فاحنا عندنا النيفيو دوت اي ولد اي ولد آه صغير في العيله وهو بالنسبه له حضرتك تبقى عمه او حضرتك تبقي آه تبقي خالته او عمته تمام فيبقى ده ولد في ولد يعني بيبي ولد اسمه نيفيو لو بنوته اسمها نيس نيس يعني نيس دي بنت آه اخوك او بنت اختك بنت اخوك او بنت اختك اوكي يبقى احنا كده عرفنا لحد دلوقتي مين نيفيو ومين نيس طيب بعد كده ندخل على نكمل في العيله عندي حاجه اخر حاجه بقى احنا بدانا في الاول بجراند اللي هي جراند بيرنس. طبعا في جريت جراند parents وبعدها في جراند بيرانتس هننهي برضو بجراند grandchildren جراند grand children يعني الاحفاد طبعا جراند صن وجراند دوتر الحفيد والحفيده طيب بعد كده عندي بقى عيله ثانيه اسمها عيله اللو family لو ايه family لو دي؟ لو يعني القانون تمام بس احنا عشان اوصل لك المعلومه كلها ان دي عيله الحما والحماه اللي هو عيله اللي هم اهل زوجتك فدول او اهل زوجك فدول اللي هو اللو بنقولها ان لو دي يعني لو عايزين نترجمها عربي كده هنقوله في مقام في 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 مكانة فأنا لو عايز أقول مثلا إن ده حماك فأقول فاذر ان لو يعني كأنه والدك لو هنترجمها بقى ترجمة والدك بالقانون أو كده لا هو يعني إيه في مقام والدك في اسمه فاذر ان لو تعال ناخدهم بقى كلهم عندي أول حاجة فوق فاذر ان لو وماذر ان لو فاذر لو وماذر ان لو طيب ننزل تحتهم على الشمال تعال نبص كده نقرا من الشمال كده عندي اول حاجه براذر ان لو يعني حضرتك مثلا براذر ان لو ده اخو المدام اخو المدام ده براذر ان لو وبرده اخو جوزك برده اسمه براذر ان لو نفس الموضوع سيستر ان لو يعني كانها في مقام اختي اللي هي اخت زوجي مثلا لو حضرتك بتتكلمي او اخت المدام عندي لو هي انا بتكلم على حد بيتكلم مذكر هيقول يبقى اخت المدام دي اسمها سيستر ان لو السؤال هنا يعني اعمل بوز كده لل... للفيديو كده بعد ما اسالك السؤال دوت وحاول تفكر فيها من غير ما اقولها لك يعني مين بقى صن لو ودوتر لو اعمل بوز دلوقتي كده وفكر فيها شوف كده مين هو صن لو ومين دوتر ان لو طيب هفترض ان حضرتك خلصت وعملت بوز وفكرت فيها اختبر برضه شوف ايه جاوبتها صح ولا لا اه هي صن لو في ناس جاوبت مثلا هتجاوب هتقول ده ابن زوجها او ابن ابن الزوج مثلا ولا حاجه كان متجوز قبل كده ده غلط ان هو ده ابن حماية بس كان صغير ولا حاجة لا هو اسمه براذر اللو لو ابن حماية دوت يبقى اسمه براذر اللو برضه لان هو اخو المدام برضو فيبقى اسمه براذر اللو فعمرها ما تبقى كده هي الناس اللي جاوبت بس بان الصن اللو ده اللي هو زوج بنتي يعني مثلا انا بقول له اللو انا بقول له فادر اللو يعني حماية وهو بيقول لي هو نفس الشخص بيقول لي صن اللو يعني انا بقول له حضرتك في مقام والدي وهو وهو بيقول لي انت في مقام ابني فهي دي فادر اللو وسان اللو فادر نفس الشخصين بيقولوا بعض ده بيقول له فادر اللو ده بيقول له اللو نفس الموضوع في دوتر اللو اللي هي زوجة الابنة زوجة الابن زوجة الابن اللي هي دوتر ان لو ندخل بعد كده على اهم جزء بقى هنتكلم فيه النهارده هنتكلم فيه ان شاء الله اللي هو البراكتسنج تعال نعمل براكتسنج كده وانا هقرا كل واحده وحضرتك بس ايه يعني هتجاوب هتاخد الاجابات دي في ورقه وابدا نزلها لي بقى في الكومنتس تحت الفيديو عشان اتاكد بس ان حضرتك جاوبت صح اول حاجه ماي ماذرز سيسترز دوتر الاس هنا دي اس الملكيه اسمها بوسيسيف اس اللي هي اس الملكيه فماذرز سيستر يعني امسك ماذرز سيستر يعني كده اخت ماما اخت والدتي تمام اخت ماي ماذرز سيسترز مين دوتر سيسترز دوتر يعني بنت بنت اخت أه, والدتي تبقى ايه بنت اخت والدتي تبقى مين يبقى ماي دوتر از ماي وهات لك السي بتاعتها طبعا سهله جدا ومش محتاجه حاجه وحضرتك اكيد عارفها دي نمبر 1 اكتب كده نمبر 1 دي كذا طيب نمبر 2 ماي براذرز سون ماي براذرز سون براذرز سون ابن اخويا از ماي my... هقوله ايه اند هيز دوتر هيز دي عايده على براذر يعني آه يعني هيز دوتر يعني وبنته بنت البنت اخويا بقى از ماي برضو عايد لك حرف ال n منها عشان خاطر يسهل عليك الدنيا شويه بيقول I am there انا بقى بكون ليهم اي اي ام ذير نقط لو انا ميل لو ميل دي يعني مذكر لو انا ميل اللي بتكلم اور ا نقط لو انا لو اللي بيتكلم دلوقتي بيسال السؤال ده في ميل. يعني حد مؤنث اوكي okay. فطبعا الاجابه بتاعتكم بسيطه جدا وسهله فكر لو لو مش عارفها فكر فيها للحظات هتلاقي نفسك جاوبتها وانا عارف ان ثلاث ارباع الناس اللي بتسمع دلوقتي جاوبتها طيب بعد كده عندي <applause> my mother my mother and father are divorced my mother and father are divorced يعني الام والاب مالهم divorced يعني اتطلقوا My father's second wife. My father's second wife. يعني زوجة الزوجة التانية بتاعت الوالد is my. دي بقى بسميها ماي أنا ما قلتهاش النهاردة. ولكن إحنا دايماً بنقوله على حد الغير شقيق step. step يعني هي في ما هياش والدت هي مرات الأب فتبقى step mother. step mother. وفي نفس الوقت برضو لو عايز أقول على زوج الأم هيبقى step father. step father. ولو أخ غير شقيق هيبقى step brother. ولو أخت غير شقيقة تبقى step. sister step sister or step brother okay طيب هنا بقى my mother and father are divorced my father's second wife is my طبعا عن... عرف عرفناها خلاص قلناها and her daughter uh, by her first husband her daughter by her first husband يعني بنتها بس مش بنتها من جوزها الاولاني من جوزها اللي قبل والدي يعني is my دي اسمها ايه برضو يعني هي اختي بس اختي غير شقيقه يعني مش اختي شقيقه ليا is my هنقول ايه وبعد كده بيقول my father and his second wife then have another child يعني بعد كده بقى عندهم ابن بعد عندهم ابن she is my ونكمل اوكي كده انت تقريبا عرفت برضه هنقول ايه my father's father my father's father يعني والد الوالد اوكي is my طبعا سهله and my father's father's sister my father's father's sister is my طيب هنا بقى آم, هي يعني هي فاذرز فاذرز يعني ده كده انا وصلت للجد فالمفروض هقول جراند فاذر فبيقول لك سيستر يبقى جراند ايه؟ هي مش جراند فاذر بقى تبقى جراند ايه؟ لو هي عمت يعني عمت والدي كده تبقى ايه؟ تبقى جراند انت تمام؟ طيب ماي سيسترز هاسبند ماي سيسترز هاسبند از ماي طبعا هاسبند دي كده في الزوج يبقى في عيله ايه؟ فاميلي لو يبقى my sister's husband is my بسيطة وسهلة my brother, sister, father and mother are all a relations but my sister's husband is not تمام يعني هنا بيقول my brother, my sister, my father and mother are all a relations يعني علاقتهم مع بعض علاقة ايه طبعاً البي دي آه يعني فكر فيها هي سهلة سهلة قوي كمان لو حد من نفس العيلة ونفس الدم بتاعك تقريبا انا كده جاوبتها يعني يبقى اسمه ايه ولو حد بره يبقى مش بنفس الدم دوت. طيب my mother's mother's mother my mother's mother's mother is my ها. طبعا بسيطة وسهلة جدا ودي يعتبر أول حاجة بدأنا بيها النهاردة. يا رب يكون البراكتسنج عجبك ويا رب يكون لسه اصلا استوعبته كويس يهمني جدا ان حضرتك تراجع عليهم تاني وتحفظهم كويس واي كلمه كانت جيده بالنسبه لك لو نفي ولو نيس لو جريت كان فاذر جريت كان ماذر فاذر لو سيستر لو الحاجات دي كلها راجع عليهم كلهم تاني وحل براكتسنج واطلب مني برده ان انا خلصت وهبعت لك شيت ان شاء الله في البراكتسنج كله وبالتوفيق يا رب للجميع يلا سلام عليكم